يقول: هل الذي يدعو الأولياء لشفاء المرضى وجلب الرزق يعتبر شرك أكبر أم أصغر؟ الذي يدعو الأولياء لشفاء المرضى أو لجلب الرزق هذا شرك أكبر. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. لا يجوز دعاء غير الله عز وجل لجلب نفع أو لدفع ضر من الأموات والأولياء وغيرهم، هذا أعظم أنواع الشرك.